فضل إمام، الدراسات الصادرة من المجلس القومي للطفولة أشارت إلى كثرة حوادث الاغتصاب الجناء بين 15 و 17 سنة في أطفال بيتم تدريبهم على الأخذ بالثأر، في 26 حالة قتل، 43 حالة اغتصاب على إيد أطفال أقل من 18 سنة. كان لسه إحدى المتحدثات في الأسبوع قبل الماضي بتشتكي من إن ابن أختها اعتدى عليها وهو 17 سنة، وده كان عامل أزمة. الآن كيف يمكن التصرف مع بعض المؤسسات والجهات التي تقول بأنه لا يجب معاقبة هؤلاء الأطفال ومعاملتهم على أنهم هؤلاء المجرمين ومعاملتهم على أنهم أطفال؟ القضية والمشكلة اللي بيننا وبين بعض الناشطين في حقوق الإنسان يعني هي بالتعريف. نعم بالتعريف، يعني احنا مختلفين في التعريف، تعريف الطفولة، لا في تعريف حقوق الإنسان. حقوق الإنسان لا. احنا بنقول ان حقوق الإنسان التي يجب علينا الالتزام بها وجوبا عينيا هي ما كانت متفقا عليه. نعم. فكلمة متفقا عليها دي هم مش عايزينها، وده نوع من انواع القهر. الله، يعني انت عايزني وانا مختلف معاك، هو ده حق ولا مش حق؟ انك تمشيني على مزاجك انت، كل ما تراه وهو الحق وانا اللي اراه هو الباطل. اذا ففي كبر في الموضوع، في هيمنة، في محاولة للي الازرع والايدي. وكم من مرة كلمناهم يا جماعة حقوق الانسان هي المتفق عليها.